متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر هذا، وكنتمنى تكونوا بألف ألف ألف خير. كنتمنى كذلك أنكم تكونوا ملتزمين البيوت ديالكم وعواشكم مبروكة ورمضان كريم. بالنسبة لموضوع اليوم، التساؤل اللي كنطرحوه، علاش عدد الاصابات رصافو، علاش عدد الوفيات رصافو، رغم اننا كنشوفوا ان الناس كلشي يعني داير الكمامات ديالو، الطاكسيات كيهزوا واحد جوج، يعني دايرين كاع الاحتياطات ديالهم، ورغم ذلك عدد الاصابات وعدد الوفيات ارتفعوا قبل ساعات قليله من شهر رمضان. علاش في نظركم؟ هانتوما كيف ما كتشوفوا ان الناس كلشي داير، حنا دابا متواجدين في المعارف، حي معروف كيف ما كيعرفوا الجميع، يعني الناس كلشي داير الكمامات ديالو. هانتوما كيف ما كتشوفوا الطاكسيات هازين، يعني هازين داك واحد يعني جوج، يعني كل شيء كاين الاحتياطات، ولكن رغم ذلك كنشوفوا ان الاصابات كترتفع، ارتفعت بزاف يعني قبل ساعات قليله من شهر رمضان. شنو رايكم؟ شنو يعني شنو الراي ديالكم؟ شنو في نظركم هو السبب؟ كاين بعض الناس كيقولوا لي هنايا في التعليقات السبب هو المصانع والمعامل والشركات. الأسواق الشعبية، المشكل هو الأسواق الشعبية، أكيد التجمعات اللي كتكون في الأسواق الشعبية وكثرة الناس ممكن يكون هذا هو السبب، ممكن. اكيد الاحياء الشعبيه، انا ديما كنقولها الاحياء الشعبيه كاين اللي ملتزم فيها وكاين اللي ما ملتزمش، واللي ما ملتزمش الله يهديه. واحد قال لنا بان العدوى انتقلت للمنازل والشباب مازال تيخرجوا. واحد قال لنا كذلك تبضع المصانع. معامل الشركات والاسواق وكثره الاحتكاك، اكيد فاش كتمشي للسوق وكتلقى كثره التجمعات وهذا محتك في هذا وبزاف ديال الناس، سي نورمال الاكتضاض اكيد. حنا كيف ما كنشوفوا بان الناس انا دابا غاده، يعني الناس تقريبا كلشي داير الكمامات ديالو، الطاكسيات هما هازين، يعني واحد يعني جوج ما كاينش المشكل، ورغم ذلك كنشوفوا يعني كل نهار داكشي كيتزاد. واحد السيد قال لنا السبب هو عدم احترام الحجر الصحي واجراءات السلامه. هذه انا متفقه معك فيها، يعني ملي كتقول لواحد جلس في الدار هو ما بغيش يجلس في الدار، يقدر يخرج للزنقة، شي واحد يعني يحتك مع شي واحد ولا شي حاجة ينقل لي العدوى. كنشوف الأكثرية ديال التعليقات أنهم كيرجعوا السبب للأحياء الشعبية. أنا كيف قلت أن الأحياء الشعبية مشكل كبير، ملي كتمشي لحي شعبي وكتلقى مازال دوك التجمعات، 100 واحد مجمع ولا سوق مجمع فيه 100 واحد، راه سي نورمال المرض غيكون. المعامل، المصانع، الاحياء الشعبيه هما اللي
جيبوا العدوى. الاحياء الشعبيه الاحياء الشعبيه اللي كانت عامره غتجيب العدوى. هانتوما كيف ما كتشوفوا حنا في دابا في المعارف، هانتوما كاع الناس متجاوزين، كلشي داير الكمامه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كلشي ملتزم، الطاكسيات هازين واحد جوج. نحاولوا نجلسوا في ديورنا، ما نخرجوا غير الضرورة، هذا هو الأساس. أنا نجلسوا في ديورنا وما نخرجوا غير الضرورة، إلا لعندنا شي حاجة مهمة نقضيوها، خدامين يعني، شي حاجة واجبة علينا خاصنا نخرج. أما باش نخرجوا غير باش نخرجوا لا. كنشوف التعليقات ان بزاف ديال الناس كيقولوا لي بان السبب هما الاحياء الشعبيه، المصانع. واحد قال لي ايطاليا راه حنا سادين علينا في الدار شهرين اختي، وكل شيء دار باش يتحكموا في المرض. مزيان يعني، شوف الناس خاصهم جالسين في ديورهم ودايرين في الحجر الصحي. واحد قال لينا المرض كاين بالاحياء الشعبيه اللي فيها اكتضاد سكاني. الاحياء الشعبيه، الاحياء الشعبيه الله يهديهم، الاحياء الشعبيه اللي فيها بصح اكتضاد بزاف، وهذا مشكل كبير. واحد قال لنا المصانع هي السبب، ولا بقات خدامه غادي نوصلوا لشي كارثه الله يحفظ. دابا اي حاجه فيها التجمعات خاصنا، اي حاجه فيها التجمعات خاصنا نتجنبوه، راه حفاظا علينا وحفاظا على السلامه ديال الاهل اللي كنا خايفين على وليداتنا وخايفين على الاباء ديالنا، راه خاصنا نتجنبوا التجمعات. واحد السيده قالت لنا في بعض المناطق الناس كتخرج عادي وما كاينش مراقبه، الشركات مازال مفتوحه، اصحاب المحلات الصغيره ما كاينش عندهم اجراءات الوقايه. حنا متواجدين دابا في المعارف، كاينين الناس اللي كيسولوني حنا شمن بلاصه متواجدين. حنا في المعارف دابا، حي معروف هذا، كنعرف كلشي كيعرفو. لا، السؤال المطروح هو يعني حنا دابا التزمنا، يعني خدينا بالاحتياطات ديالنا، يعني انت كيف ما كتشوف في الشوارع راه كلشي داير الكمامات، يعني كلشي تقريبا كلشي فين ما تدوز راه كتلقى واحد داير الكمامه ديالو. الطاكسيات ما كيهزوش بزاف، كيهزو واحد يعني جوج، ورغم ذلك كنشوفوا انه الاصابات كترتفع. كنشوف بزاف ديال الناس كيقولوا لي الاحياء الشعبيه، بزاف ديال الناس كيرجعوا السبب وراء ارتفاع اصابات هو الاحياء الشعبيه. احنا داخلين على شهر رمضان، على شهر رمضان كنتمنوا انها يرفع علينا هذا الوباء هذا، وندوز ان شاء الله رمضان بخير وعلى خير. كاينين بعض الناس كيقولوا لي مازال ما كاينش الوعي، وبنفس الوقت ما كاينش واحد الردع. يمكن الناس ما حاسينش بخطوره هذا الفيروس هذا، هذا هو اللي نقدر نقول. يعني كاين بعض الناس اللي مازال مستهسرين بهذا المرض هذا.
بزاف عاوتاني ديال الناس كيقولوا لي ان المصانع هي السبب وراء ارتفاع عدد الاصابات. كاينين الناس ديال مراكش قالوا لي انا ملتزمين والخروج غير للضروره. تبارك الله عليكم، هادشي اللي خاصو يكون، خاصنا نجلسو في ديورنا. كيف قلت، عدم الوعي ديال الناس. انا كنقول بان الناس مازال مستهترين بهذا الفيروس، هذا مازال ما واخدينوش بمحمل الجد. هانتوما كيف ما كتشوفوا كاع الناس دايرين الكمامات، كلشي داير الكمامات ديالو، كلشي ملتزم. نحاولوا نلتزموا، نحاولوا نجلسوا في ديورنا، نحاولوا نخرجوا غير الضروره، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وربي يرفع علينا هذا الوباء هذا. وحنا كيف ما كنقولوا راه حنا داخلين دابا على شهر رمضان، كنتمنوا ندوزوه زوين ان شاء الله وما يكون غير الخير. واحد قال لي، واحد السيده قالت لينا في التعليق، ترتفع في المصانع والشركات لانهم لم يتوقفوا عن العمل. ممكن يكون هذا سبب من الاسباب حتى هو اللي خلى الاصابات ترتفع. واحد السيده اخرى قالت لنا الكمامه بنتي خاصها تغير كل 4 ساعات، وهو ما تلقايهم لابسينها اسبوع كامل، اذا غير صالحه الكمامه. اكيد فالكمامه خاصها تتغير كل 4 ديال السوايع، ما خاصكش تبقى بها النهار كله. حنا خاصنا نديرو اللي علينا، واللي علينا هو اننا نجلسو في ديورنا، نديرو الكمامات ديالنا، نعقمو ريوسنا حفاظا علينا وعلى سلامة وليداتنا والاباء ديالنا. وغنعاود نقولها، حنا دابا داخلين على شهر رمضان، كان يا ربي ارفع علينا ربي هذا الوباء هذا، وترجع الحياة الطبيعية كيف كانت. ايه هذا هو اللي قلت، ان الناس مازال مستهتره بهذا الفيروس هذا. كيف قال لنا واحد السيد، انا ما وصلتش للناس خطوره الموقف او خطوره هذا الفيروس هذا، فهو مازال شايفينه او مستهترين منه. واحد السيد قال لي، انت اللي كتهضري على الحي الشعبي، راه الاحياء الراقيه كتلقاها حتى هي خارقه الحجر الصحي. اكيد بعدا ما كنهضرش على الاحياء الشعبيه، انا كنهضر على بليهم جوج، لا الاحياء الشعبيه ولا الاحياء اللي كتكون شويه راقيه، فاكيد جوج ما قدروا ما يديروش الحجر الصحي. غير هو في الاحياء الشعبيه كنلقاو اكتظاظ، هذا هو المشكل. يعني كون كانوا كيسمعوا يا مثلا وكل واحد غيدخل لدارو ما غنلقاوش مشكل، لان بزاف ديال الناس في التعاليق كيقولوا لي الاحياء الشعبيه هي وراء هذا ارتفاع الاصابات. واحد السيد قال لنا اهم الاسباب هو الجهل وتعنت المواطن والاستهتار،
هادشي اللي قلت انا بان الناس ما واخدينش هاد المرض بجديه واخدينه باستهتار. حنا خاصنا نجلسوا في ديورنا، جلسوا في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين. حنا نديروا اللي علينا، نجلسوا في ديورنا، نديروا الكمامات ديالنا، ناخذوا الاحتياطات ديالنا حتى تفوت هذه الازمه هذه ان شاء الله باذن الله، وربي يرفع علينا هذا الوباء هذا يا ربي. واحد السيد قال لنا السبب هو بنادم ما بغاش يجلس في دارو، ما فيها باس يبقى في دارو طبيعة الحال. الله يلطف بينا، والله يرفع لنا هذا الوباء هذا. الناس خارجين دابا فهم خارجين لانهم خدامين او اللي عنده شي حاجه ضروري خاصو يديرها. الكمامات خاصك ديريهم بالنسبه للسيده اللي سولات علاش الكمامات فين نديرهم، واش في الدار؟ في الدار كتكوني مع الاهل ديالك وكتكوني مع وليداتك، ف ديريهم فاش كتخرجي للزنقه. الامن الوطني دير خدمته على اكمل وجه، يعني يدير واحد المجهودات كبيره باش يحافظ على سلامه ديال المواطنين. هي على ما كنلاحظ انا قلتها، فان الاسواق الشعبيه هي اللي فيها اكتظاظ بزاف، يعني الاسواق والاحياء الشعبيه. واحد قال لنا عدم الوعي هو اللي وصلنا لهاد المرحله. ايه راه الناس ما واعيينش بهذا المرض هذا، كيف قلت في الاول راه الناس مستهترين بهذا المرض هذا، شايفينه مازال ما حاسينش بالخطوره ديالو. فكنتمنوا انكم الله يعطيكم السر، تدخلوا لديوركم والتزموا بالحجر الصحي باش ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه. وحنا على ابواب رمضان كنقول لكم رمضان كريم ان شاء الله، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب، ونلتقيوا في شي مباشر اخر. الى اللقاء.